تسللنا بتغطية خاصة للـ IDS، أهم وأكبر معرض لطب الأسنان عالمياً. نظام الروبوتيك نافيجيشن، نظام حقيقة سوي من دينتيوم شفته في المعرض. شايفين الروبوت يجي لعملية زراعية بالكامل، تخيل الآفاق اللي ممكن الحقيقة يعملها الروبوتيك الآن نافيجيشن. شفت حتى في أنواع منها بتقوم بالحشوات وإجراءات صحية أخرى، فالحقيقة ثورة كبيرة في مجال صناعة الأسنان. شركة دورينتال طرحت ماسح الفيستا سكان لتسهيل عملية التصوير الشعاعي وتعقيداتها اللي بترافق عادة السنسور العادي، من ناحية انه كان بيبقى صلب وصعوبة اخذ صورة في بعض الاحيان في بعض المناطق. فلب من المريض بتحطها بعد ما تعمل اكسري، بتحطها هون بتطلع فورا الصورة. بالتالي بتغلب على المشاكل، يعني بالنسبه للحنك الضيق بالنسبه لقاع الفم طلعوا والتراوي تبع الفلكسبيليتي تبعها ممتازه جدا، بترجع بتستخدمها كل مره. احنا مشكلتنا بالسنسور العادي اذا وقع من ايدك في مشكله، نعم. او نعم. الكابل تبعه ممكن يفصل او شيء، هون بيميز هي خلاص ما عاد في داعي. First of all, put it into the hydraulic sleeve. And you place it in the mouth, out of the mouth, just open it, activate it, as soon as it's green, you just place it here, and then with one finger, you put it in. As soon as you see the blue light, it's scanning. When you take that image on a patient, and you scan it, now it's addressing it to that patient. So now, again, if you had, and then if you take the next page and you don't scan it yet, and you take another image on another patient and you scan it, when you put them in, it will assign it to the correct patient. Thank you. مجموعة مختلفة من الارتكوليتنج بيبر بتسخنات 40 و80 و100 و200 ميكرون للتحري الأولي لنقاط تماس مبكر وتوزع الإطباق. ال 100 ميكرون لتحري اتجاه الجسور، ممكن استخدامها حتى مع بدون ما نجفف، يعني مناسبة حتى للأوساط الرطبة. عندي 80 ميكرون اللي ممكن نتحرى فيها الإطباق على الأمثلة الجبسية، ممكن نتحرى حتى إذا كان في عندي أي إطباق تروماتيك. بعد ما نكون احنا عملنا بعد ما استخدمنا ال 200 ميكرون ممكن، وعندي ايضا ال 40 ميكرون اللي بيكون في منتهى بيكون رقيق جدا لتحري الاطباق الساكن ولتحري الاطباق الحركي، ومفيد حتى مع الكوميونيتي دينجرز. هون بنشوف جهاز تسجيل اطباق نقاط التماس المبكر من باوتش، بيسجل لي مخطط الاطباق وبيوضح مدى قوة العضل في كل نقطة، وبيحدد اي منها يتجاوز القيمة الطبيعية، وبالتالي بيعطيني نقاط الرد الاطباقي او الترجع كومبليت. There are bars, and the height of the bars show the force, and the color shows if it's a punctual occlusion point or if it's a wider area. Punctual is red, and wider areas are green. Okay. نقول قوة الإطباق تعتمد على طول البار، كل ما كان البار أطول معناه القوة أكبر. هي من شركة ألمانية، عبارة عن نايت جارد جاهزة بقصاوات مختلفة، ريجيد أور إلاستيك أور سو. البيشنت ممكن إنه يستخدمها فورا، أقل ديستربينج من
النايت جارد اللي نعرفها العادية. ريتشاس بلينك هي عبارة عن جبائر أطواقية جاهزة بعدة قصوات ممكن استعمالها في حالات محددة. مثل ما أنا شايفين سهلة الارتداء. وبتعطي راحة فورية للمريض مثل ما أنا شايفين. دينتويك و عطتنا الباكج هاي اللي هي الإفقار للميلينج ريج، عبارة عن باكج فيها جهاز تسجيل وظيفي أمامي مع شمع عض لتحديد العلاقة المركزية بالجوتيك آرش، مثل نظام الجيكس بلينت يعني. فمن خلالها نحن نقدر نعمل نوع من الدي بروغرامينج للنظام العضلي العصبي. هذا من دين تريد بيعطينا الجوتيك آرش تريسز. كما أنا شايفين البيشنت بنحط السبراي وبيبدأ المريض يتحرك كل الحركات لترال بروتروسيف، فبنقدر نحصل على النقطة اللي بتمثل السنتريك ريليشن. مثل ما احنا شايفين بطريقه سهله وبسيطه ممكن نعملها في العياده. سو هذا السيستم، النظام الاحدث من ماني، عباره عن نظام ثلاث فايلات مثل ما احنا شايفين. معه الميزه انه بياخذوا السكاوتينج او البري شيبينج في نوعين، نوع بيجي اكتيف بيستخدم للكاتينج للنيجوشيتينج، في نوع الديفايندر مثل ما احنا شايفين، وبالتالي نحن بنقدر افويد البرفوريشن بحالات الكالسيفايد كانلز بيكون له اهميه يعني بشكل خاص. ثاني جو عامل ذيس بوسيبل ساكشن دنتال ميرور از سيرجيكال ساكشن، هي القطعه مثل الشفاط الجراحي تنوصل مع الميرور، ومثل ما احنا شايفين الميرور مجهزه بعده ثقوب موصوله مع الساكشن، فبيتم اثناء العمل الشفط، فبالتالي الميرور انتي فوج هذا بيمنع تشكل الضباب، زائد انه بيتم الشفط من جميع الاجزاء وهيك الميرور بنشتغل ونحن بعيدين عن ازعاج البخار وعن ازعاج الماء والبقايا اللي بتطلع من خلال السكشن اللي شغال اثناء العمل. نظام السندو لاين نظام حبيت احكي عنه لانه هو عباره عن ثلاثه فايلات اس 3 سيستم، بيجي معه روتري هاند بيس بتشتغل طبعا على كل فايل بتورك وسبيد معين. الميزه بهذا النظام هو انه بيشتغل بطريقتين، بيشتغل بتو سيستم بنفس الوقت، بيشتغل روتري الديزاين جيومتري تبعه مصمم انه يشتغل روتري لو حبينا، او انه يشتغل ريسيبرو لو حبينا يشتغل انتي كلوك وايز، فهي طبعا ميزه للناس اللي بتحب تشتغل مع التو سيستمز، او لما نحن بنحب انه نشتغل روتري الحالات اللي بتتوافق الروتري وريسيبرو للحالات اللي بتتوافق. طبعا هذا التقرير من بعد اذن ابو اسامه، يعني ما لنا كلام بمعيته. سبوتلر هو عباره عن مثل ما احنا شايفين تول تعطينا مكان الزرعه بالضبط، مجرد انه نوجه باتجاه لسه تعطينا بالضبط مكان الزرعه بدقه، وبالتالي اثناء عمل الامبلانت التو ستيج سيرجري لما نجي بالمرحله الثانيه بدنا نكشف عن الزرعه، الجهاز هذا البسيط بيعطيني بالضبط مكان الزرعه تحت اللثه. ستيمر ريبرت جهاز كثير مميز، من خلاله ممكن انه نحن نوظف الادوات مثل ما احنا شايفين، ضغط
شديد جدا يتيح تنظيف ممتازه للادوات في عملنا. الجهاز هذا طبعا مثل ما شايفين من WVH، جهاز جبار عباره عن 2-in-1، ممكن نحن نعمل البليسنج للامبلانت، ممكن نعمل كل البيزو سيرجري، هي طبعا التيبس سواء ساينوس سبيشال امبلانت كريستال اندو، معظم الاشياء اللي ممكن نحتاجها نحن خلال البيزو بجهاز واحد يقدم لنا كل هذا. بي ام اس عامل جهاز الاير فلو عباره عن بايوفيلم جايدد ثيرابي، يتم الطلب من المريض انه ياخذ قرص ملون بعد ما يتناوله. كل البايوفيلم اللي على الاسنان كل اللويحه بتصطبغ باللون، وبعد هيك بيجي هذا الجهاز اللي بتعبى بودره بتعبى مي وبيعمل نوع من الابريشن بريجر، ضغط الحبيبات على الاسنان بيتم ازاله اللون، وهيك نحن بنكون اطمئنينا انه تم ازاله البايوفيلم بشكل كامل، زائد انه بنكون جنبنا المريض الم السكيلر وشعوره بانه السكيلر عم يعمل نوع من الازاله لمواد الاسنان. هذا تيب خاص بالإمبلان. هذا للتوث. But this for implants is for natural teeth. Okay, this is the tip for scaling of the teeth. Both of them have the no pain technology. So what does it do? It's as thin as a probe, so you can feel if there's any tartar left. If there's no tartar, you don't need to move it. If there's tartar, you can start using it. If you don't have tartar, it won't work because the amplitude go low. It's also a faint feeling for the patient because they don't feel any pain. If you have two action for early sores. You have here a hole, so you can if you hold it like this. My Wise هو عبارة عن جهاز تخطيط عضلي، فكرته انه بالسنسور الاصغر بحيث يمكن تخطيط عضلات الوجه وكشف اي malfunction moments، بتتميز بالسوفت وير السهل كمان، فممكن خلال تسجيل حركات العضلات. So this is we put on the face. Yes. How many? Four sensors. Okay, four sensors. Yes. Well, we are very. Yes. Okay. Okay. So for now we don't have. Yes. So we can record the. Scan your badge. So I'll write to my colleague that you might. Myo activity. Yes. EMG. Yes. Yes. EMG activity of the face scan muscles. Your so this is a. Badge and it has all the information. What the exam looks like. So you have the activation. Each so the four muscles they should be all equal, you know, from left and right back and forth should be about 90 degrees each. So if there is a difference, then there is a difference in the balance. So it's not perfectly balanced. This is good balance, but it's not perfect balance. Okay, for diagnosis. Yes. And the Oxford active cal femino liner femino بيستخدم مع direct cupping. في ميزة انه هو لايت كيور، يعني خلصنا من مشكلة انه الام تي اي كان دائما نعاني انه المانيبيوليشن تبعه صعبة في العمل، محتاج رطوبة، محتاج وقت طويل للتصلب. الان نحن عم نحكي عن منتج بيتصلب ضوئيا وبيعطيني خواص الام تي اي اللي مرغوبة سواء كلايننج او ككابينج. هذا سيستم فيرتشوال في ار بتحطه على وجه الطفل بشكل خاص، الهدف منه هو انه مثل ما نحن شايفين بدل ما نحط على الشاشة مثلا قدام الطفل أي برامج كرتون أو غيره، ممكن نحن يعيش هو هاي التجربة ونحن نشتغل من خلال الممارسة، يعني معالج الأسنان للطفل من دون أي مشاكل. أوريديكا حبيت أنه أحكي عن النظام كوني قابلت من خلال الدكتور الكبير
حبيبنا دكتور طلال نحلاوي وهو يقدم برزنتيشن عن هذا النظام. فأي شيء بيقدمه دكتور طلال ما ممكن إنه نتجاوزه, فهو دائما محط ثقة. فحبيت الحقيقة أحكي برضو عن هذا النظام. Actually, we are using them in the heat, in the body temperature, which is the 37 degrees.